ما كاينش هناك طريقه واحده ومعينه للناس كاملين باش انهم يزولوا الدهون المتمركزه على مستوى البطن، ولكن مع ذلك يبقى واحد المجموعه من النصائح اللي يمكننا نقدموها للناس باش يحاولوا انهم يتخلصوا من الدهون من الداس ديالهم ككل، وبالتالي من بعد يحاولوا انهم يتبعوا تتبع مشخص باش يزولوا الدهون المتمركزه على مستويات معينه منهم على مستوى البطن. دونك اول حاجه كنصحوا بها الناس هي انهم يزولوا السكر. السكر اللي معروف كماده حنا الداس ديالنا ما كتحتاجش ليها بالاساس، يعني كنهضر هنايا على السكر الصناعي والسكر اللي كنزيدوه في جميع الاغذيه ديالنا واللي حنا بالاساس الداس ديالنا ما محتاجاش ليه. كيف ما قلت حنا السكر اللي كنحتاجوا ليه هو السكر الطبيعي اللي موجود في الفواكه، الفواكه الطريه، في الفواكه الجافه، في كل ما هو حبوب كامله وقطاني، هذا هو النوع ديال السكر اللي حنا كنحتاجوه. اما السكر الابيض فاحنا في غنى عليه وما كنحتاجوهش نهائيا، بالعكس فهو كيضرب الصحه ديالنا وكيساعد على التمركز وعلى الزياده ديال مستوى الدهون في الداس ديالنا وكذلك الظهور ديال البطن. الوغ من غير السكر كاين الطحين الابيض. الطحين الابيض معروف ان كيرفع من مستوى السكر في الدم بسرعه بمقارنه مع الطحين الكامل. الطحين الكامل اللي هو غني بزاف ديال المعادن والفيتامينات وكذلك غني بالالياف الغذائيه اللي كتساعدنا ان الامعاء ديالنا يكونوا بصحه جيده، وبالتالي كنتفاداو الانتفاخات على مستوى البطن، وكذلك كنتفاداو اننا ناكلوا كميات كبيره من الاغذيه اللي كتكون مثلا مصوبه بالطحين الابيض فهي ما كتشبعش دغيا دغيا، ماشي بحال الاغذيه اللي كتكون مصوبه بطحين كامل، وبالتالي فاحنا كناخذوا كميات اقل الا استهلكنا طحين كامل بلاصه الطحين الابيض. من غير السكر والطحين الابيض فاحنا عندنا المواد اللي هي الغذائيه السريعه، يعني كل ما هو فاست فود، داكشي اللي الماكله ديال الزنقه، الحوايج اللي كنصايبوهم بالزربه، المقليات وما الى ذلك، هادو كلهم مواد غنيه بالدهنيات المشبعه، غنيه بالسكر كذلك، وغنيه بما يسمى بالسعرات الحراريه اللي هي اللي كتخلينا ان الميزان ديال الطاقه ديالنا، يعني الطاقه اللي كنستهلكوها في الدات ديالنا والطاقه اللي كنحرقوها عبر الحركه ديالنا ما كيكونوش متوازنين، وبالتالي الدات ديالنا كتبدا تخزن هذيك الماكله اللي كناكلو زايده على القياس على شكل دهون، وبالاخص هاد الدهون كتمركز بزاف عند بزاف ديال الناس على مستوى البطن والارداف كذلك. لهذا فواجب علينا اننا نتبعوا هاد النصائح هادو كاملين لانها كتصلح لاي واحد في اي سن، سواء الاطفال سواء الكبار او المسنين، فلا السكر ولا الطحين الابيض ولا المواد المصنعه والمعلبه ما غادي يفيدوهم، اذا تفاداوهم جميع باش نتفاداو المشاكل الصحيه ككل وبالخصوص التمركز ديال الدهون على مستوى البطن.